سنة 1961 الباحث الاجتماعي ستانلي ميليجرام عمل تجربة عن الشعب الأمريكي بتبين هل ممكن مبادئنا في ظروف مختلفة تتغير؟ نتيجة التجربة كانت صدمة ومفاجأة. احنا كمان جربنا نعمل تجربة وننزل الشارع ونسأل الناس، هل دوافع الحب ممكن تخلينا نتنازل عن مبادئ أكبر؟ وهل المبادئ بتتجزأ؟ قطر انت في ايدك التحكم، يمشي في خطين، خط الشمال ده لو مشي فيه هيموت واحد، ولو مشي في خط اليمين هيموت اربعه، تختار انهي خط؟ بص لي كده وقول لي تختار انهي خط. منين بس الاول؟ قطر ماشي. انت حلو حلو حلو. انت في ايدك التحكم. اللي فيه الناس، ناس كتيره قوي. لو ناس منين دول؟ يموت واحد، يموت واحد. لا طبعا واحد. لا يموت واحد احسن. يموت واحد اكيد. يموت الواحد يعني. يموت الواحد. طب لو الواحد ده اخوك؟ لا يموت الاربعه، يموته. طب لو الواحد ده لو طلع اخوك؟ عادي. طب لو الواحد ده اخوك؟ لا يموت الاربعه. ما يتوقف الجيتار خلاص، ما يوقفش. انت التحكم يا يمين يا شمال، يا موت اربعه يا موت واحد، والواحد ده طلع اخوك. موت اخوك. موت اخوك. اربعه يعيشوا. الاربعه يعيشوا. لا والله صراحه موت الاربعه. ما يموتش الاربعه عشان دي حياه اربعه بس، ده حياه واحد. اوكي. وانت قاعد في قطر والقطر ده فيه حمولة زايدة، لازم تحدف واحد منه عشان القطر يكمل، وما حدفتش واحد القطر ده هينهار او هينفجر او هيحصل له حاجه. حسب يعني هوقعه هيموت ولا هيفضل عايش؟ لا اضحي فيه. ضحي بواحد. اضحي فيه طبعا. حدف اذا كان عشان انجي 1000. عشان انقذ بيت حياتي لو رحت تانيين. طب ده لو ابوك؟ خلي المجموعه كلها تموت. انت جايبنا في حرب ولا قاتل؟ كله قاتل. لازم واحد ينط من فوق. لا كله يموت. كله يموت. احذف نفسي بس ما احذفوش. لا مش احذف واحد يكون قريب، يعني احذف نفسي. يعني انت تضحي وتنط انت؟ طب هو ما فيش اوبشن ان انا احذف نفسي تضحيه وكده؟ شفت؟ طب ما تنططوش انتوا ليه؟ لا بننط احنا ليه؟ ضحي بنفسك. لا الحياه حلوه.